تعالوا بقى نتكلم على شكل مصغر من الكذب. الاطفال اللي بيكذبوا، ليه الطفل بيلجأ دايما للكذب؟ تخيلوا معايا كده، انت عندك ابنه وبنت صغير في البيت وفجاه لقيتيه بيكذب عليكي، هتقعدي تدوري ليه انا عملت ايه خلي ابني يكذب عليا؟ ابنك بالخطا وهو معدي كسر الفازه، عارفه دي انت هتقومي بصور عارمه عليه وتزعقي وتعملي مشكله. هو بيخاف يقولك الحقيقه، هو هيخاف يقولك ان انا اللي كسرتها، هيخاف. زي الطفل اللي بيجيله حاله التبول لا ارادي، هقول يعني دي كانت من اطرف المواقف اللي اتحكت لي او اتقالت عندي في العياده. طفل عنده تبول لا ارادي، بس فجاه يعني جات له بعد فتره يعني من ضرب الام ليه جات له حاله تبول لا ارادي. قام من النوم لقى نفسه طبعا عمل التويلت، فهي بتقول له، هو سابق يقول لها ايه، هو عنده 4 سنين، بيقول لها مامي انا مش مصدق كل ده عرق. هو بيضحك على امه لانه خايف منها، بيقول لها كل ده عرق، انتوا متخيلين الابداع وصل لحد فين؟ بس ده من الخوف، بيكذب من خوفه منها. المدارس كمان، المدارس الطلبة بتخاف تروح المدارس ويكذبوا ان هو انا عيان انا سخن، ده كذب، اتعلموا الكذب من الخوف. في بقى كذب الالتباس. يعني ايه كذب الالتباس؟ يعني بالخطأ كده انا بتكلم مع صاحبتي بقول لها انا نازلة مع ماما كمان شوية، بحكي لها موقف وقفلت معاها ونسيت اصلا ان ماما ايه خرجت من بدري، انا مش قصدي اكذب، فحصل لبس. هي بقى لقيت مامتي في الشارع ايه ده طنط، هو انت مش كنتي خارجه مع بلا 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 بلا، ايه ده هي بتكذب عليا ليه، اكيد في حاجه. بصوا بقى الحوارات، والبنات بقى مش عايزه اقول لكم ما بيصدقوا يمسكوا قفش على البنت التانية، وحكي حكي 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 حكي. ما علينا، في كذب ابيض وكذب اسود وكذبه ابريل المشهوره. بنسمع قصص وحواديت ابداع في كذبه ابريل، كل واحد وخاصه السيدات تستنى كذبه ابريل عشان تخترع حاجه وتحطها على الفيسبوك، واجارك الله من الضحك والتريقه ومسجات على كذبه ابريل. على فكره يا جماعه الكذب ده مرض لما ياثر على صاحبه. الكذب يعتبر المرض الوحيد اللي بيأذي الناس اللي حواليه اكتر ما بيأذي الشخص نفسه. انت لما بتكذب على اخوك بتاذيه، مش بتاذي نفسك انت. لما بتكذب على والدتك بتاذي مامتك اكتر ما بتاذي نفسك. فاهمين؟ الكذب بيأثر على الناس اكتر ما بيأثر على الشخص نفسه، بعكس الامراض النفسيه التانيه. بس بالعلاج يعني بالتوعيه بيروح، لان الكذب اعراضه واسبابه نفسيه مش طبيه، يعني مش واحد عنده خلل في المخ هنقدر نقول عليه كذاب، لا الموضوع مش كده، هي كلها عادات مكتسبه. في كمان حاجه بنتكلم دايما بناخد بالنا منها في مجالنا، الكذب بيجي ليه؟ لما واحد يكذب في الشارع كده بتشوفه وانتوا ماشيين، الناس اللي بتبيع ومش عارف ايه تقول لك ده انا ابني عيان وعايز اروح المستشفى وربنا يخليك خد علبه المناديل دي ان شاء الله بجنيه، هو بيكذب، مش هي دي الحقيقه، هو بيعمل كده عشان يستضعفك، عشان ينول عطفك، عشان ياخد منك فلوس، وانت بمنتهى الانسانيه بتطلعه وتساعده. انت ثبتت عنده الكذب ده، تاني يوم هتلاقيه مزود بقى انا ابني وخالتي ومرات ابويا وعمتي وكل الناس في المستشفى انا بموت. دي ظاهرة موجودة، الناس دي اتعلمت تكذب، اتعلمت خدت التجربة دي لأنها نجحت خلاص، ما هو بقى في كسب مادي. أي حد عايز تعلمه حاجة اديله فلوس، صح أو غلط، هتعامل في الشارع قول له هديك مبلغ فلاني وتعمل كذا، هو أصلا مش هيفكر دي صح ولا غلط، هو هيعمل اللي أنت عايزه. هو ده الكذب، عادة مكتسبة إحنا بنكتسبها أو بنديها لأولادنا، بنديها للناس في الشارع. الكذب الابيض بقى والكذب الاسود، هو بيقولوا ان مفيش حاجه اسمها كذب ابيض، هو كله كذب. بس تحليلنا للموقف، لما واحده ست زوجه واقفه طول النهار بتعمل اكل لجوزها وجوزها جاي تعبان وقرفان من الشغل ومش عايز يتعشى، وهي مجهزه، هي شايفه كده ان ده العشاء الفايف ستار اللي مفيش يتعملش زيه، هو جاي طبعا شايف ان ده كلام عادي بيشوفه كتير في التلفزيون طبعا، بس الموضوع مش فارق معاه، وداخل بيتكلم معاها مش قادر يقول لها ان هو تعبان وعايز ينام، فبيعمل ايه؟ الله اكلك جميل، تصدقي انا اول ما شفتك شبعت. ده طبعا بيتقال عليه كذب ابيض، هو مش عايز يخسر بخاطرها، ده ما يتقالش عليه كده، لكن ما يبقاش خارج مع صاحبه او صاحبته ويقول لها انا في الشغل، ده مش كذب ابيض، اصل عشان ما ازعلهاش مش هقول لها انا فين، لا انت كده بتكذب. ما ينفعش تبقى خارج قاعد على اصحاب في القهوه او وات ايفر بقى، طبعا كل الرجاله في اللوكيشن عم تبص لي، بس ده اسمه كذب، انت كده بتكذب عليها. الكذب الاسود بقى واضح طبعا كلنا عارفين ليه الناس بتكذب، طبعا كلنا عارفين ليه،
عشان يداري مشكلة، عشان خايف من العقاب، عشان يجامل، عشان لا بلا 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 بلا. في كذب بقى محبوب قوي، الكذب لما تروح لمريض تزوره. يعني ايه لما اروح لمريض ازوره؟ يعني لما يبقى عندك صاحب تروح له عشان تواسيه وعشان تقول له انت كويس. او دايما بنقول للناس عشان تشجعهم ان يبقى عندهم طاقه قويه جواهم او طاقه فعاليه عشان تنمي الهاله اللي حواليك. كل واحد فينا ماشي في حياته بهاله حواليه كده، الهاله دي اسمها في علم الطاقه اسمها الهاله، جايه من جواك انت، من جواك شكلك ايه. طول ما انت حلو من جواك الهاله اللي حواليك دي هتبقى منوره، هي بتلعب منوره كده، تحس انك ليك طلع على الناس. طول ما انت مفيش حقد وسواد جواك ومفيش كذب ودايما نضيف حتى مع نفسك، مش مهم الناس، مهم انت قدام نفسك نضيف، حاسس ان انت ما بتعملش حاجه، يعني بغض النظر عن الاديان برضو انك بتدي ربنا، تمام، هتلاقي الهاله اللي حواليك دي كبرت وبقى شكلها حلو، وتلاقي طلتك على الناس مختلف. المريض بيبقى محتاج ده، محتاج تدخل عليه وتقول له ايه ده يا عم، ده احنا فاكرينك تعبان زي القمر. الجمله دي انت بتقولها بعفويه، بس هو بياخدها عنده، بتتسجل في مناعه، المناعه النفسيه، المناعه الفسيولوجيه، لان المناعه مهمه جدا 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 في علاج اي مرض في الدنيا. لو واحد ما عندوش مناعه بيتعب، واحد ما عندوش سبورت بيتعب. عايزين بقى نعرف ازاي تعرف ان اللي بيتكلم معاك ده كذاب. خليني احكي لكم الاول قصه بيل كلينتون، كلكم طبعا عارفينه. اشتهر كده قبل ما في الرئاسه بتاعته ان هو حصل له فضيحه، بس الشخصيه دي بيل كلينتون ده شخص قوي جدا، بيتقال عليه كده شخص قوي. ليه؟ لانه طلع بنفسه واعلن ان هو غلط في حق نفسه وحق مراته، بس ما قدرش يقول الحقيقه. الكلام ده هو قاله بلسانه، وما قدرش يقول الحقيقه خوفا من الاحراج. الشخصيه دي ما بررش هو كذب ليه، ما بررش سلوكه، ما قالش انا عملت كده اصل كان كنت محتاج حاجه، ما قالش كده. هو قال منعا للاحراج، يعني بيحمي نفسه من الاحراج بغض النظر عن التفاصيل بتاعت قصته، بس ده نموذج. لما تبقى غلطان اعترف، ما تخافش. ازاي بقى تعرف لما احنا اتنين قاعدين بنتكلم مع بعض او صاحبك، وتعرف ازاي ان هو بيشتغلك؟ بودي لانجوج بقى، اللي هي ايه، الجسم بيتكلم ازاي. انت وانت قاعد معاك كده اللغه، اصل الحوار بيني وبينك ثلاث حاجات: التون بتاع الصوت، صوت نبره صوتك عامله ازاي، قوه الكلام، وجسمك بيتحرك ازاي. الكذاب بقى اول حاجه مين يتكلم معاك، ما يعرفش يثبت عينيه في عينيك، ما يقدرش يقعد يتكلم معاك كده اكتر من 10 ثواني وعينيه في عينيك، لان هو بيتجنب ان هو ان انت تفضحه. دي اول حاجه. تاني حاجه، هتلاقي بيرفع دايما حواجبه الاثنين وهو بيتكلم، عايز يقولك مصدقني، اللي هو كده مصدقني، فتلاقيه بيرفع حواجبه شويه. حاجه كمان الصوت بقى، هو تلاقي وانت بتتكلم معاه يقولك اه تمام وبتاع، بس عارف انا لما عملت كذا كذا، يعرف ان هو اول ما بيتنقل على طول للتون الغريب ده اعرف انه كذاب. لازم بقى طبعا مع بعض كلهم، ما مش بينفع واحده ست وجوزها قاعدين بيتكلموا يبقى هي بيكذب عليها عشان تون صوته اتغير، لا لازم مجموعه مع بعض كده، وبعدين يبقى الديالوج او الحوار طويل شويه. حاجه كمان تلاقيه بقى ايه، بيمسك حاجه قدامه بيحركها مش على بعض، في حاجه غلط، تحس انه مش ده الطبيعي، مش ده العادي. لما يبقى في حاجه قدامك بينك وبينه تلاقيه بيحركها كده او كده. طب عارف انا لما اشتريت العربيه جبتها، عارفين واخدين بالكم ده بيحصل. الابن بقى الصغير لما يجي يكذب بريء، ضحك جامد جدا، زي ما قلت لكم الطفل اللي عمل حال عنده حاله تبول لا ارادي وراح يقول لها شفت انا عرقت، انا شفتي كل ده عرق، ضحك بريء قوي. الاطفال زي اقول لك ايه، الفازه اللي وقعت، ما والله يا مامي انا عديت من جنبها كده لقيتها وقعت، اللي هو الضحك بريء. الطفل لما بيجي يكذب ما ينفعش ان احنا نضرب ونزعق، لا لازم نيجي نقول له الكذب حرام، علشان ربنا قال كده، علشان انت بتخسر الناس، علشان انت بتتعود ما تقولش الحقيقه. نبدا نفهمه ليه حرام ونفهمه ليه حلو. ما ينفعش اقول لواحد صلي من غير ما تقول له، من غير ما يعرف هو بيصلي ليه، ما هو هيسمع كلامك بس ليه. واحلى سن بقى سن الثلاث اربع سنين ده، اللي يقعد يقول لك حبيبي روح هات الكوبايه. ليه يا مامي؟ حبيبي هات الكوبايه، ما فيهاش حاجه، سؤال عادي، يعني انا بطلب منك طلب عادي. ليه يا مامي؟ طب يلا البس عشان خارجين. ليه يا مامي؟ عارف جمله ليه دي بتخلي الست تشد شعرها، بس هو كده الطفل عايز يعرف ليه، ولازم تجاوبه.